بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن موضوع مهم جدا ما بين الفيو والفيو موديل. في حاجة اسمها اوبزيرفابل. اوبزيرفابل حاجة تقدر تتسمع، خلاص؟ ازاي؟ ده موضوع مهم جدا في الام في بي ام. الام في بي ام اوبزيرفابل حاجة هنا تسمع هناك، فخد بالك لان هيشرح حاجة اسمها لايف داتا. اول ما حاجة بتتغير بتسمع، كان دي في الانترفيس، فدي حاجة مهمة جدا. فانا عندي هنا توست، انا مش عايز التوست دي، خلاص عايز اغير فكره التوست دي خالص. واعمل ايه؟ واعمل ان البرودكت فيو موديل، الفيو موديل بيور ملوش دعوه بالكنترولز، ولا بقى توست ولا تكست بوكس ولا الكلام ده خالص. فبص معايا فكره الاوبزرفر بتعمل ازاي. هنعمل تو اوبزرفرز في الاول، اوبزرفر للتكست عادي، النص اللي هي المسج اللي تطلع. فعملت ايه؟ فاريبل سميته اد برودكت مسج، يعني المسج بتاعه الاد برودكت، تمام كده؟ ودي هعرف نوعها حاجه اسمها لايف داتا، عشان يبقى فاهم ان دي حاجه تبقى لايف داتا. ودي اللايف داتا على فكره برضه من اللايبرري بتاعت الايه؟ بتاعت اللايف سايكل. سترينج. يبقى ايه؟ عرفتها سترينج، يبقى لايف داتا ده فاريبل بتاعي. ممكن ابدا اعرفه مثلا اللي هو هيبقى اندر سكور اد برودكت مسج. الاندر سكور اد برودكت مسج ده، تمام؟ هي دي بقى اللي انا هشتغل عليه اوبزرفبل، خلاص؟ يبقى الاوبزرفبل الداخلي بتاعي هيبقى الاندر سكور برودكت مسج. اما الفاريبل اللي هيبقى بابليك وهيتعامل معاه الفيو وينادي عليه وياخد منه ويسمع فيه هيبقى الاد برودكت مسج. عملت الاندر سكور اد برودكت مسج ده بقى اللي انا هعمله اوبزرفر، هفهمه هو بيعمل ايه بالظبط. فعرفت البرايفت فال اندر سكور اد برودكت مسج، عرفته ان هو ايه؟ ميوتابل لايف داتا، خلاص؟ ميوتابل لايف داتا. فالميوتابل لايف داتا وقلت له دوت ابلاي، وهيبدا يطبق بقى اللي هو اللي عندي. خلاص كده، ده بقى اللي انا هبدا اشتغل. الحته اللي هشتغلها هنا دي بتفاير وبتموديفاي للسبسكرايبرز اللي عندي، تمام؟ هي اللي بتموديفاي الناس اللي هتبقى بتكلم الاد برودكت مسج دي. اللي هكتبه فيها كل اللي انا عايزه فيها، ان انا عايز طبعا اقدر اسيت الفاليو واجيت الفاليو. الفاليو دي هي بتسيت وجيت، تمام؟ الفاليو بتاعته كلمه فاليو بس، ودي دي طبعا كي وورد، طبعا كلمه محجوزه، خلاص؟ طيب، فقلت له فال بتساوي، المفترض بقى دي اللي هي ايه الشغل بتاعي. فانا لو قلت له ذس نوت فاليو، يبقى كده ايه؟ هياخد ايه؟ القيمه اللي جايه ويحطها جوه الفاليو. انا هعمل ايه بقى؟ القيمه اللي جايه احطها جوه الفاليو، هقول له ماشي، حلو جدا. انا ماشي كل التوست دي واقول له لو كانت الات اللي جايه لي، القيمه اللي جايه لي من الجيسون اوبجكت كانت سكسس بترو، هقول له الاندر سكور اد برودكت مسج دوت ايه بقى؟ دوت فاليو، عشان اقدر احط ليها قيمه. احنا عاملينها فاليو ولا ايه؟ احنا عاملينها فاليو دوت، هي المفروض فار، فار عشان طبعا انا بغير قيمتها كل شويه، فهي فاليو. قلت له ايه؟ اندر سكور برودكت مسج دوت فاليو بتساوي المسج دي. فكده دي الفاليو اللي انا بعتها دلوقتي، دي اللي هتيجي في كلمه ذس دوت فاليو، خلاص؟ دي اللي هتيجي في كلمه ذس دوت فاليو، هتحط جوه الاندر سكور برودكت مسج. خلاص كده فهمنا الفكره. انا عملت اوبزرفبل فوق، تمام؟ وهنا انا عملت هناك، عملت فوق لايف داتا، خلاص؟ وتحت بستخدمها، خلاص؟ فانا ايه عملت برضه نوت، لو اتس يبقى انا هنادي على اندر سكور برودكت مسج وابعت له المسج اللي هي برودكت كان نوت بي ادد ومش عارف ايه. طيب لو انا هنا في الكاتش هعمل نفس الكلام، الاندر سكور برودكت مسج وابعت له الايرور مسج اللي انا عايز ايه اعرضها. فبكده انا عملت ايه؟ المسجز من خلال مين؟ الاندر سكور برودكت ايه؟ مسج. فاضل لي كام بتاعت الريسبونس لما يكون السيرفر هو اللي بعت لي ايرور، فاقول له سيرفر ايرور واطلع عليه وابعت المسج اللي انا محتاجه كده، تمام؟ ف كله كده بقى بيسمع في الاندر سكور او اللي هي في الاخر برودكت مسج، تمام؟ كله بقى بيسمع هنا، ما بقتش بعمل توست ولا اعمل اي حاجه من الحاجات دي، انا ماليش دعوه، انا هفصل نفسي كمان عن الانترفيس. هو عايز بقى يعرضها في الفيو، يعرضها في توست، يعرضها في اليرت، يعرضها في بتاع، مش قضيتي. فانا هروح على الفيو برودكت اكتيفيتي، لا الفيو برودكت اكتيفيتي اعمل بيها ايه؟ المين اكتيفيتي اللي هي عند الاد. مفترض ان البرودكت قلت له اد، خلاص وكله تمام، ادي البرودكت فيو مود اللي انا معرفه كله تمام، ومعرف الاد باتن والكلام ده كله. هقوم جاي اعمل ايه؟ سيبك من الفيو برودكت باتن ده، لسه ما كناش هنتكلم عنه ان شاء الله. خليك ماشي معايا بالترتيب بتاع الفيديو. هعمل ده هنا الاوبزرفبل، تمام؟ فقلت له برودكت فيو موديل تحت اخر زرار، في اخر سطر في الاون كريت، يعني ما تلخبطش نفسك.
برودكت فيو موديل دوت اد برودكت مسج دوت اوبزرف. اوبزرف يعني شاهد او تابع الحركه اللي هتحصل في الداتا اللي جايه. قال لي مين هو؟ قلت له ذس. قال لي تمام كوما. قال لي انا عايز اوبزرفبل من هو ستند. تمام قلت له كويس جدا. قلت له اوبزرفبل اوبزرف اوبزرفر وعمل له الت انتر عشان يعمل امبورت. وهاخدها من مين؟ من اللايبرري بتاعت مين؟ بتاعتنا بتاعت اللايف سايكل. عشان هي هو اللايف سايكل هي مجمعه لي فكره اللايف داتا وهي مجمعه لي فكره الاوبزرفبل او الاوبزرفر والفيو موديل بتكمل لي الفكره. فهاجي بقى هنا اقول له ايه؟ خدت بالك انا عملت ايه؟ رحت على البرودكت فيو موديل، رحت على الاد برودكت مسج قلت له دوت اوبزرف خلاص ذس وعملت له اوبزرفر. الاوبزرفر بقى اللي هيتابع مين هو بقى؟ قلت له خلاص ايه دي هي المسج اللي جايه لي. قمت عامل توست او اعمل بقى اليرت او اعمل بقى اللي هي الدايلوج يعني او اعمل اللي انا عايز اعمله او اعرف التكست بوكس او اعرف يعني خلاص بقى مزاجي بقى الفيو جواه الفيوز والموديل فيو موديل ملوش دعوه بالايه بالكنترولز لكن اللوجيك بتاع الشغل. هي دي الفكره السليمه الاوبزرفبل ومن اخطر المفاهيم الحديثه يعني في البرمجه اللي هي الاوبزرفبل من حاجات مهمه في التسميع. فقلت له سيم. قال لي برودكت اري سكسس. قلت له كده تمام جدا نشيك بس كده في الليست في البرودكتس ليست كده فهمنا معنى اوبزرفبل. الفيديو ده مهم جدا في فكره يعني ايه اوبزرفبل في شكل مثال بسيط على المسج خلاص. وكده اتعرفت معانا نكمل مع بعض ان شاء الله.